يوه مالك يا بنتي يا تيتي قاعدة كده؟ محتاجة فلوس والمدام مش عايزة تديني. انت يا اختي عايزة فلوس بعد كام يوم من الشهر ليه؟ عاوزاها مو خلاص يا جمالك. يا بت قولي ما تتكسفيش. مصاريف علاج يا جمالك. علاج؟ علاج ايه يا ام علاج؟ يا اختي انت كنتي واقفة على المسرح بتتنططي زي القردة. ما انا عشان اتنطط كده لازم اخد علاج، وعلاج غالي بيجيني من بره مصر. والنبي يا اختي انا مش فاهمة حاجة، انت بتقولي ايه؟ انا عيانة بمرض خطير، يمكن ما خافش منه. ازاي تخبي عليا؟ ما قلتليش ليه قبل كده بس يا جمالات؟ انا نفسي ما عرفتش والله غير الليله دي. اوه هقوم البس. انت رايحه فين بس؟ من النهارده مش عايزاكي تشيلي هم حاجه ولا تخبي عليا حاجه. انا كنت مخبيه عن كل يتوح. ايه اللي عننا يا هبله؟ ده احنا قاسمين اللقمه سوا، ده احنا عشره عمر. يعني اللي فينا تقولي الاه لازم التانيه تاخدها في حضنها. كل واحده فيها اللي مكفيها. محدش ناقص هم. محدش ناقص همك يعني ايه؟ كلنا لازم نبقى على قلب بعض ونقف جنب بعض. اسمعي، انت من اللحظه دي من النهارده ترتاحي هنا في البنسيون. طب والشغل يا طه؟ شغل ايه يا اختي؟ هو الشغل هيطير؟ المهم صحتك، تاخدي بالك من نفسك انت. وان كان على المرتب هيجيلك اول كل شهر. والدواء كمان اللي انت بتجيبيه من بره. انا دلوقتي بقى لي معارف كتير قوي وكلهم يتمنوا يخدموني. الدواء هيجيلك وفي ميعاده. بس انت كده هتكلفي نفسك كتير قوي يا توحة. كل حاجة في الدنيا تتعوض إلا الناس اللي بنحبهم وبيحبونا. طب ده احنا مالناش غير بعض يا هبل. أنا بحبك قوي يا توحة. تفتكري ربنا هيشفيني؟ إن شاء الله هتخفي وهتبقي كويسة. بس المهم تقولي يا رب. ربنا دايما ما بينساش حد. وبالذات الغلابة اللي زي هنا. بتلوي دراعي يا توحة؟ يا مدام أنت عارفاني كويس. أنا ملويش دراع حد. أمال اللي عملتيه ده يبقى إيه؟ لما تقولي للبت تيتي إن أنا هبعت لها مرتبها كل شهر، ده معناته إيه؟ الكلام وصل لحضرتك غلط. احنا مش عايزين من حضرتك انك تبعتي لها مرتبها، انا اللي هدفعه كل اول شهر. طب ما انت كده بتحرجيني يا توحه. انا ممكن ابعت للبت جزء من مرتبها كل شهر، انما مش المرتب كله. وحضرتك مش مطلوب منك انك تبعتي لها اي حاجه. وانت بقى يا روح امك اللي عامله لي فيها جدعه. انت عارفه كويس قوي يا مدام ان انا طول عمري جدعه، بس حرام عليكي لما تاخدي البنات دي لحم وترميهم عضم. انت هتعلمينا ماشي شغل ازاي يا عين امك؟ انا مش فاتحاها سبيلي يا اختي، خلاص بح فينيتو. عارفة يا مدام انت فيكي حاجات كتيرة قوي كويسة تخلي الواحدة فينا تشيلك فوق راسها، وفي نفس الوقت فيكي حاجات تخلي الواحدة ما تقلعكيش من رجلها. بتشتميني؟ بتشتميني يا كلبة يا زبالة؟ ده انا اللي عملتك يا بت، ده انا اللي جبتك من الشارع وحطيتك على المسرح وعملتك رقاصة متصيطة. دلوقتي جاي تشتميني؟ جاي تشتميني وتقلي ادبك عليا؟ اطلعي بره، اطلعي بره يا كلبه يا زباله يا واطيه يا حافيه، اطلعي بره. اي حته احسن من الجنه اللي عماله تطردينا منها كل ساعه والتانيه؟ ايه انت عملنا فيها ملكه المسارح؟ انا ملكه غصب عنك، انا بديعه مصافني يا بت ولا تحيه كاريوكا يا مدام. ورحمه ابويا لو ما كنت حافظه جنينك وحطها على راسي من فوق لكنت رقعتك دلوقتي على الموت. أول مرة تعرفيني؟ أنا لما بتقرف وبتضايق وبتخانق من كل حاجة حواليا يا إما بطفح يا إما بتخانق. واضح فعلا إن أنت متضايقة ومخنوعة على الآخر. مش بديعة مصابني اللي كلبة زي دي تعلي صوتها عليا. أي حد هنا ما يسمعش الكلام، الباب يفوت جمل. البنات متلقحة في كل حتة. بس هدي نفسك شوية يا ماما. أنا هادية يا حبيبتي. مش كلبه زي دي هي اللي هتعصبني ولا تنرفزني؟ انا اللي عملتها، انا اللي خليتها بني ادمه واعمل الف زيها. طب تعالي نروح البيت عشان ترتاحي شويه. مش هروح، انا عندي بروفه.
ما هي ضحية مشت. ما تمشي في 60 ده يا ضحية. هاتولي البت السمرة. مين البت السمرة؟ اسمها سامية جمال. يجيبوا سامية جمال عبد العال طز. ما تزعليش يا توغا، ما فيش غير كاريوكا وواحدة بس. حلاوتك يا مدام صوفيا سكر. اسم الله عليكي. بس انا متضايقة يا توحة ان كل ده حصل بسبب. اوعي تقولي كده، ده الارزاق كلها على الله. الحمد لله انا بشتغل في اكتر من مكان ومطلوبة كمان في اكتر من حتة. ايوه بس كده انت خسرتي المدام، وانا عارفة انك بتحبيها. من ناحية بحبها، وانا عارفة ان هي كمان بنت الهرمة دي بتحبني قد ايه، لكن انا برضو رباية بديعة مصابني وفهمها كويس قوي. بدعدع ما بتحبش حاجة اكتر من مصلحتها. بس انت يا اختي زودتيها معاها قوي، ما افتكرش تنسالك اللي عملتيه ده بسهولة. لا يا روحي، ده المثل بيقول طول ما انت طبال وانا زمار هتجمعنا الايام والليالي. يلا طمنيني انت عاملة ايه؟ طول ما انت جنبي عمري ما خاف من اي حاجة. ربنا يخلينا لبعض وما نتحرمش من بعض ابدا يا رب. يوقف لك ولاد الحلال يا دوحة. الله، دعوتك حلوة قوي زيك يا بنت الايه. وراحت نازلة على الاكل ايه؟ حاتتك بس. يا لهوي، البت دي على طول فطحانة، ما شافتش اكل نضيف يا اختي قبل كده. يا اختي صحة وعافية. تبين لي دعوة البت تيتي ربنا استجاب لها. ابن الحلال يا دوحة. يلا يا اختي يلا، بلا ابن حلال بلا ابن حرام. حرام عليك، الواد شكله متجوز. حرمت عليك يا عشتك، ما تمشي يا مشرح. انا ناقصه. الملك مستاء جدا من بعض تصريحات مصطفى النحاس. الحقيقه النحاس باشا مزودها حبتين. هو النحاس مش عايز يلمها ليه مع فاروق؟ ما هو ما يصحش يعمل راس براس الملك. لازم تشوفوا طريقه تحجموا بيها الراجل ده او تبعدوه. الامر مش بالسهوله دي جلالتك. ما تنسيش ان الوفد دلوقتي اغلبية في البرلمان، وده اللي مخلي مصطفى النحاس يشعر بالقوة. ده غير ان الشعب بيحبه. والشعب برضه بيحب الملك، ومش هنقعد نتفرج على النحاس وهو كل شوية يضايق الملك بتصريحاته. ما تخافيش على الملك. فاروق متضايق فعلا يا حسنين. ما تقلقيش جلالتك، انا عارف الطريقة اللي بروق بيها الملك. انا مش عارفة من غيرك كنا هنعمل ايه يا حسنين. أنا ربنا خلقني علشان أكون في خدمة جلالته وجلالتك. دايماً أقول عليك بكاتي. ما تسيبش فاروق غير وهو مرتاح. كفاية عليه فريدة دي، مش مريحة خالص. الملكة بتحب الملك والملك بيحبها. ملكة إيه العيلة دي؟ هي فاهمة حاجة؟ أنا محدش يملي عليا شروطه. في الحقيقة مولاي مصطفى باشا النحاس تجاوز كل حدوده مع جلالتك. مصطفى باشا النحاس لازم يعرف إن أنا الملك. أنا اللي أقول إيه اللي يتم وإيه ما يتمش. أنا بقول يا مولاي نعالج الأمور بالحكمة. ما هو مصطفى باشا النحاس بيجبرني إن أنا أتخذ طرق أخرى في التعامل معاه. أغلبية الوفد في البرلمان مقوياه، ده غير إن الإنجليز بيثقوا فيه. شريف باشا، تحت أمر جلالتك. أنا عايزك تبلغ الإنجليز ومصطفى باشا النحاس إن الملك هيشكل وزارة ائتلافية وبرئاستي. فكرة هايلة يا مولاي. وزارة ائتلافية برئاسة جلالتك هتحول دون انفراد الوفد بالحكم. وساعتها بقى مش هتفرق معايا اذا كان الوفد ليه اغلبيه في البرلمان ولا لا. خير يا سليمان بيه، هو ايه اللي حصل بالظبط؟ بيقولوا الدنيا مقلوبه خالص حوالين قصر عابدين. انت بتقول ايه؟ للاسف يا مولاي، القوات البريطانيه محاصره القصر دلوقتي. والقوات البريطانية تحاصر القصر بتاعي ليه؟ بعد إذن جلالتك. في يا محمد؟ السفير البريطاني عاوز يقابل جلالتك. والله في الخير، السفير البريطاني إنه بيستأذن. خليه يدخل. أمر جلالتك. السفير البريطاني عنده ذوق يا حسنين. محاصر قصري بقواته وبيستأذن بالدخول. شفت البجاحة البريطانية؟ Greetings, Your Majesty. So you know I am still the king? Of course you're still the king. Why are your troops here? The British government wants you to sign a document granting Mustafa Pasha El-Nahaz to form a new government.
I gave my order to form a coalition government. That is totally out of the question. Mustafa Pasha Elnahaz must form a government on his own. What do you mean on his own? We are looking for a government that represents the will of the Egyptian people and its loyalty to the 1936 treaty. And if I refuse? You will agree. And if I refuse? Either you agree or you step down immediately. Step down? الملك أجبر على الموافقة وتم استدعاء مصطفى النحاس علشان يشكل الحكومة. يا ستي انت اللي نورت مخي، خلتني قريت كتب ما كنتش اتصور اني ممكن اقرا منها ورقة. ما انت لازم تفهمي في السياسة يا توحة، لان الفنان لازم يكون ملم بكل اللي حواليه، لان الفنان مرآة المجتمع والسياسة جزء من المجتمع. تعرف انا السياسة دي ما كنتش بفهم كلمة واحدة في المصطلحات المجعلصة بتاعتها، لكن كل اللي افهمه اني بكره الانجليز دول عمى. والله ما انا عارف احنا رايحين على فين يا توحة. حرب عالمية ما حدش عارف هتخلص امتى ولا فين. صراعات داخلية بين مصطفى النحاس والملك. نهايته خلينا احنا في شغلنا. ها اخبارك الفنية ايه؟ فريدة قالت لي انك رافض حد يدخل عليك. انت تصرفت صح، كان لازم تطاطي للريح. انا الملك، يعني مش لازم اطاطي لحد. دول اجبروني على التوقيع للنحاس. سحبة وتعدي. أنا مش هعديها لا للإنجليز ولا للنحاس. كل حاجة في وقتها، أهم حاجة تفوق لنفسك عشان تقدر تهدى وتفكر إزاي تصطاد الغربان اللي حواليك واحد واحد عشان تقدر تحافظ على العرش. لازم أنتقم منهم، هنتقم من الإنجليز ومن النحاس. لازم يعرفوا ان انا الملك. ما بدهمش لحد والله، منه لله بقى. صعبان عليا قوي يا ام، المرض حقيقي بيذل، مش قادره اصدق. احمد اخويا اتشل رغم كل اللي عملوا فيا، لكن برضه صعبان عليا مهما كان اخويا. ربنا يشفي كل مريض يا بنتي.